السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت جريد 5 منهج أليكس إيزوي بالنسبة للدكتور حصة النهاردة. إحنا آخر حاجة سمعناها مع بعض يا أولاد كان الجدول ده. هنبدأ نحفظ باقي الجدول ده. عندي هنا كلمة نعم، وي وي، نو نو، إتوا إتوا، إليا إليا، سي سي، سيسون سيسون. يبقى أنا عندي جمع إنه إنهم، فجمع سي سي سون، سولومون سولومون، افيك افيك، سيلت بلاي سيلت بلاي، فورواد فورواد. يبقى هنسمع الصف اللي في النص ده وهناخد معاه كمان. طيب هناخد معاه كمان فيرب فولوار اللي هو يريد. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. الفيرب ده عشان مش مجموعة أولى خلاص عرفنا يبقى جو تو زي بعض. تمام، ده كده جزء الحفظ. طيب بالنسبة بقى الجزء الديفاغ اللي هنحله نبعته على جروب التليجرام، أنا عندي هنا يا ولاد في بعض جيكاتوغز صفحة 14، ولو الصفحة مختلفة عندك ها هتاخدها كده سكرين شوت. هتحل الأسئلة دي، هنا جايب لي 3 أشخاص وكل شخص كده بيعمل حاجة معينة في الصورة وبيسألني تحت سؤال صح أو غلط وسؤال ليش وزن. بس كده أتمنى لكم التوفيق جميعا، أقول لكم اغسبوكو اي اوغفوار.